إذن أهلا وسهلا متابعينا الكرام في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة مرسين. متابعينا الكرام ونحن على مشارف يعني كيلومترات قليلة من أحد كذلك أهم شواطئنا بشمال المملكة هو شاطئ الرأس الأسود أو كابونيغرو. متابعينا الكرام هذا هو الوادي المالح متابعينا الكرام المعروف هنا بمدينة تطوان واللي كيعد يعني النقطة الفاصلة بين شاطئ مدينة مرتيل وشاطئ كابونيغرو أو الرأس الأسود. متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب إذن هذه الأجواء وهكذا تعيش أو يعيش شمال المملكة متابعينا الكرام بالنسبة لدرجة الحرارة يعني فترة قبل قليل فكان شوية ديال درجة الحرارة فهي كانت مرتفعة الآن الجو يمكن نقول بأنه شوية ديال الغربي كاين شوية ديال الريح ما كاينش داك درجة الحرارة اللي هي مرتفعة متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب وللإشارة فكاين ازدحام شديد متابعينا الكرام على مستوى مداخل ومخارج مدينة مرتين نفس الأمر على مستوى مداخل ومخارج متابعينا الكرام المضيقة وكذلك نفس الأمر غادي يكون على مستوى مدينة الفنيدق متابعينا الكرام. إذا هذه الأجواء وهكذا تبدو أو يبدو شمال المملكة وهكذا تبدو طرقات شمال المملكة والكل الوجهة ديالو نحو الشواطئ باش يستمتع خلال هذه العطلة الصيفية قبل ما تسالى العطلة الصيفية وما يكون ما دار والو ما بحر ما إذا كما قلنا متابعينا الكرام هذا هو المنتجع السياحي كابونيغرو أو الشاطئ الرأس الأسود اللي يعد من أشهر وأجمل الشواطئ كذلك هنا بمدينة تطوان واللي فيه إقامات اللي هي راقية متابعينا الكرام وكذلك مطاعم اللي هي راقية واللي هي كتعمر بالليل هنا كيكون خلال فترة الليل كيكون عالم آخر. غادي نمشيو متابعينا الكرام الآن باتجاه يعني مدخل مدينة المضيق وغادي نحاولوا أننا ندخلوا على عن طريق طريق الصيال وصولا إلى مدينة الفنيدق نشوفوا شنو واقع في هذه المدينة الجميلة هذه المدينة الهادئة اللي صبحت متابعينا الكرام من أجمل المدن المغربية. الحال في الطريق اللي حاولنا اننا يعني نمشيو منها فهي الطريق يعني ما كيستعملوهاش بزاف ديال الناس يعني الطريق فيها الحركية خفيفة ولكن متابعينا الكرام فمجرد الوصول ديالنا الى مدارة شركة كولينور فغادي تكون الحركية اكثر خصوصا السيارات اللي داخل مدينة المضيق او اللي خارج مدينة المضيق. الشارع متابعينا الكرام والطريق اللي كنمروا فيها فهنا كاين يعني المنشأة ديال إحدى الشركات ديال الإيموبيلي فهي شركة كما قلت متابعينا الكرام فمع اقترابنا المدار ديال شركة كولينور فغادي تكون الحركية أكثر كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب فالكل يعني الوجهة ديالو نحو مدينة المضيق والحركية أكثر على مستوى هذا الطريق الرابطة بين مدينة تطوان ومدينة المضيق وكذلك من الجهة ديال مرتيل أو الرأس الأسود كابونيغرو. هذه المدارة سميت مدارة كولينور نظرا لارتباطها ب
شركة أو تعاونية ديال الحليب متابعينا الكرام. نشوفوا شحال السيارات متابعينا الكرام مجة. قلت متابعينا الكرام فالحركية كما كتشاهدوا العدد ديال السيارات اللي كاينه هنايا بي او على مستوى المدخل ديال اوتوروت الجهة ديال الملاليين. كل التحية والتقدير لرجال الشرطة متابعينا الكرام. الآن احنا متابعينا الكرام على مستوى طريق السيارة الرابطة بين مدينة تطوان ومدينة المديق والفنيدق متابعينا الكرام. الإشارة متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب، كل ما بعدنا شوية على البحر كل ما درجة الحرارة كتكون مرتفعة. فقبل قليل يعني من كنا في الجهة ديال شاطئ كابو نيغرو فكانت شوية ديال الأجواء فكانت باردة، ولكن ملي دخلنا هنا على مستوى متابعينا الكرام الطريق السيارة الرابطة بين مدينة تطوان والمديق والفنيدق فكاين شوية ديال درجة الحرارة عدت يعني الاقتراب ديالنا متابعينا الكرام من الشاطئ سواء مرتيل او الرأس الاسود متابعينا الكرام. كما قلت متتبعي قناة شوف تي في غادي احنا خسرنا الطريق السيار نظرا للازدحام الشديد اللي كتشاهدوا الطريق الساحلي، وبالتالي غادي نحاولوا اننا نختصروا الطريق ومن ثم غادي ننقل لكم الاجواء على مستوى مدخل مدينة الفنيدة اللي اكيد تزامنا مع نهاية هذا الاسبوع فمجموعة ديال الناس فهم غادي يقصدوا المدينة من اجل الاستجمام والسياحة وكذلك من اجل انهم يقوموا بالتسوق شوبينج. يعني كنعرفوا بان هذه المدينه اي واحد كيجي الا وكيبغي يتسوق الا وكيبغي يشري لي كادو كيبغي يشري الريغالوس للعائله ديالو، فكاين الملابس كاين الاحذيه كاين الحقائب كاين مختلف الاشياء كتباع. ولا الاشاره في اليوم الاحد فكاين سوق الاحد اللي كتباع فيه الجوطيه وكيتباع فيه البال فكيكونوا ملابس ديال الماركه وكيتباعوا بواحد الثمن اللي هو رخيص ورخيص جدا متابعينا الكرام سواء الاحذيه
او الملابس متتبعي قناه شوف تيفي قناه الشام. اذا الان حنا نصل الى مدينه المديق والرحله ديالنا لازالت مستمره. غادي نوصلوا للمتابعين الكرام البيج الخاص بمارينا سمير، ومن بعد غادي نكملوا الرحله ديالنا نحو مدينه الفنيدق. متابعينا الكرام فابقوا معنا من خلال هذا البث المباشر. هذا هو حي بوزغلال متابعينا الكرام، اللي توجد متابعينا الكرام امام القصر الملكي ديال سيدنا، وهذا حي جديد متابعينا الكرام اللي تم بناء ديالو مؤخرا الاشاره. فمدينه المديق يعني في توسع عمراني مستمر. متابعينا الكرام بالنسبه للناس اللي جاوا اول مره غادي يجيو الشمال، فكاين الطريق ديال السيار اللي هذه هي اوتوروت اللي كنمشيو فيها الان هنايا، وكاين الطريق الساحليه، فكل واحد والوجهه ديالو اللي كيفضل. الان متابعينا الكرام فاحنا كنوصلوا البيج ديال اوتوروت ديال هو اخر بيج فين كتخلص باش اما انك يعني الرحله ديالك تستمر نحو مدينه الفنيدق او انك تخرج للشاطئ مارينا سمير. متابعينا الكرام متابعينا الكرام. في هذه اللحظات فكنوصلوا لمحطه الاداء مارينا سمير، وغادي نزيدوا نكملوا الرحله ديالنا نحو مدينه الفنيدق. فابقوا معنا من خلال هذا البث المباشر نكتشفوا متابعينا الكرام شنو واقع.
متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي قناة الشعب، الآن احنا نتواجد على مستوى منطقة العليين التابعة لنفوذ عملة المضيق الفني داخل بشرف الجماعة ديال العليين، فهي جماعة قروية متابعينا الكرام وتوجد على مشارف مدينة الفنيدق. متابعي قناة شوف تيفي قناة الشعب، بشرف هذه الجماعة فهي عندها سوق أسبوعي يسمى سوق السبت ديال العليين، في حين ان متابعينا الكرام السوق الاسبوعي ديال الفنيدق هو سوق الاحد ديال كرسيخو اللي هو اليوم كيتزامن مع نهايه الاسبوع. متابعي قناه شوف تيفي قناه الشعب، هذه الاجواء وهكذا تعيش مدينه الفنيدق خلال هذه الفتره من مساء اليوم. اكيد بانه على مستوى اوتوروت ما غادي يكونش الازدحام، ولكن مجرد اننا غادي نخرجوا متابعينا الكرام من اوتوروت او طريق السيار فغادي نجدوا متابعينا الكرام ازدحام غير عادي على مستوى مدخل المدينه. فابقوا معنا من خلال هذا المباشر لنكتشفوا شنو وقع على مستوى مدخل مدينه الفنيدق. اكيد بان الناس اليوم ما صبحتش كتمشي لمدينه الفنيدق من اجل التسوق، من اجل انها تشري الهدايا وتشري الملابس وتشري المستلزمات اللي غادي تحتاجها خلال الموسم الدراسي او خلال فصل الشتاء. فاليوم مدينه الفنيدق فهي وجهه سياحيه مفضله لمجموعه من العائلات التي تبحث عن الراحه والهدوء والسكينه.
إذا متابعينا الكرام، في هذه اللحظات نصل إلى مدخل مدينة الفنيدق، وكما كان متوقعا وكما توقعنا فكاين حركة غير عادية هنا على مستوى مدخل المدينة. كما كتشاهدوا عدد السيارات اللي خارجين من مدينة الفنيدق، وكاين طبيعة الحال السيارات اللي هما عاد داخلين لمدينة الفنيدق، اللي عاد باقي غادي يدخلوا المدينة يتسوقوا أو أنهم يستمتعوا بالجمالية ديال هذه المدينة الجميلة. متابعينا الكرام، فابقوا معنا من خلال هذا البث المباشر. بهذا الحال فالحركية غادي تكون غير عادية بالمرة هنا بهذه المدينة الجميلة. متابعينا الكرام، اللي رجعت وجهة سياحية مفضلة لمجموعة من المواطنين من مختلف المدن المغربية. الإشارة فمقارنة على مستوى الطريق السيار يعني أوتوروت فكانت شوية ديال الحرارة. هنا كل الجو جميل، جو بارد، جو منعش نوعا ما مقارنة بالجو اللي عشناه متابعينا الكرام على مستوى أوتوروت أو الطريق السيار الرابطة بين تطوان والمضيق والفنيدق. متابعينا الكرام، إذا هذه مدينة الفنيدق متابعينا الكرام، هذه المدينة الجميلة، هذه المدينة الهادئة، هذه المدينة الحدودية المتاخمة بحدود سبتة السليبة. يعني المدينة فهي كما كتشاهدوا جميلة ونظيفة جدا متابعينا الكرام، بحال تقريبا كاع مدن ديال الشمال. إذا بالنسبة للناس اللي عاد التحقوا بنا، الآن نتواجد بمدينة الفنيدق، هذه المدينة العزيزة والغالية على كل قلوب المغاربة. هذا ما صاحبي كيحشمش صاحبي، فما تيمشي للممر جنين ويعدي هو كيغامر بالحياة ديالو، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب، هذه الأجواء التي تعيشها مدينة الفنيدق خلال هذه الفترة من مساء يومه الأحد، يعني تزامنا مع نهاية الأسبوع. فكاين حركة غير عادية تشهدها المدينة كما كتشاهدوا، كاين مجموعة ديال الزوار، كاين مجموعة ديال الناس اللي جاوا للمدينة في زيارة خاصة لهذه المدينة باش أنهم يشريوا الحويجات ويشريوا داك الشيء اللي موالفين أنهم كيشريوه، وكذلك يجيو يستمتعوا متابعينا الكرام بالأوقات ديالهم هنا بمدن الشمال. غادي نحاولوا متابعينا الكرام اننا ندخلوا على مستوى احد اهم شوارع المدينه، هو شارع محمد الخامس. اللي تعتبر القلب النابض ل مدينة الفنيدق متابعينا الكرام. إذا متابعينا الكرام، إلى هنا ننهي هذا البث المباشر وإلى بث آخر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.